هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لأ، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح، عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي، هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك، وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال. أهلا بيكو وحلقة جديدة ونجوم على الهواء. الحقيقة أنه كل واحد فينا بتكون في عنده كده فترة في حياته بيكون بيحبها قوي، يعني بيفكر فيها كتير، بيبقى نفسه يرجع تاني لنفس الوقت ده ويعيش فيه ويستعيده مرة تانية بكل تفاصيله. وفي ناس تانية أو في عندها أوقات بتبقى نفسها تشيلها خالص من حياتها وتنساها بكل حاجة موجودة فيها. الحقيقة احنا سألنا كده سؤال امبارح على السوشيال ميديا وقلنا لو انت معاك آلة الزمن هتروح بيها فين وهتعمل ايه؟ اغلب الاجابات اللي جات لنا، انا هقرا لكم الاجابات اللي جات على الفيسبوك، بس اغلب الاجابات اللي جات لنا الحقيقة اكتشفت ان كل الناس بلا استثناء، يعني اي اجابة كلها نفسها ترجع تاني بالزمن لورا. كل الناس تقريبا عندها حنين للماضي، يعني بنشوف انه زمان ده كان احلى، كان ابسط، كانت الحياة أروق شوية، ما كانش عندنا مسؤوليات كتير نشيلها وحاجات كتير نفكر فيها. فتلاقي أنه أغلب الناس كانت عايزة ترجع بالزمن لورا، مفيش أي حد خالص قال أنه هو عايز يطلع مثلا يشوف المستقبل، يعني محدش فكر مثلا أنه يطلع كده بعد 30-40 سنة ممكن شكل الدنيا يبقى عامل إزاي. يمكن عشان إحنا زمان لما كنا بنتفرج على الأفلام الأجنبي تحديدا يعني وكانوا بيجيبوا لنا كده المستقبل، فكانوا بيجيبوا إيه العربيات وهي طايرة، الكائنات الفضائية تنزل تعيش معانا، وكانوا بيتخيلوا أن سنة 2020 دي بعيدة جدا وأنه فيها هتحصل كمية حاجات غير طبيعية كده يعني خارقة للعادة. واحنا الحقيقة لما وصلنا لسنة 2020 ما لقيناش لا في عربيات بتطير ولا كائنات فضائية، بس لقينا حاجات تانية الحقيقة كانت أصعب، يعني كانت سنة صعبة علينا كلنا، وإن شاء الله كده إيه الشهرين اللي فيها دول يخلصوا ويعدوا على خير. أنا عايزة أقول لكم شوية إجابات كده من اللي جات لنا. كانت مثلا إيناس بتقول هرجع بيها وأنا عندي 5 سنين وأعيش عمري مع بابا وماما تاني. ولاء بتقول إن أنا عايزة أرجع السبعينات وعايزة أعيش الزمن ده بكل تفاصيله. يعني بتهيالي إنه فترة السبعينات والستينات اللي احنا بنتفرج عليها في التلفزيون أنا بشوف إن الناس كانت راقية جدا، كانت الناس عايشة حياتها ببساطة ده أولا، وكان عندهم عادات وتقاليد برغم ان احنا كان في وقتها عندنا احتلال يمكن كنا واخدين منه حاجات كتير، بس تحس ان الناس كانت عايشة برقي، يعني كان في شوية حاجات كده اعتقد انها معرفش ليه مع الزمن بدأت تختفي من عندنا ونفسنا انها ترجع تاني. فلما لما سألنا كده وقلنا ليه ممكن يعني لو معاك آلة زمن هتروح بيها فين، فالناس قالوا ان احنا يعني ولا قالت انها هترجع السبعينات، وانا نفسي انا كمان بصراحة، يعني فترة السبعينات دي حلوة قوي، وكانت اللبس شيك، الناس كانت شيك، الشوارع كانت نظيفة، كان في حاجات كتير قوي الحقيقة يعني احنا مفتقدينها دلوقتي. نور بتقول لو معايا آلة الزمن هرجع بيها وانا طفلة في وسط بابا الله يرحمه وماما واخواتي، عايشة في سلام، ارجع اشوف صحابي وقرايبي اللي كنا بنتجمع كل اسبوع، دلوقتي بالسنين ما بنتقابلش، اخرها تليفون قبل زمن النت والموبايل، هرجع عمري 15 سنة. هرجع عمري 15 سنة ضاعوا. يعني برضو هي فكرة انه دايما عندنا كده الرجوع لورا ده بتحس ان هو بيبقى فيه حاجات كتير قوي لطيفة وحلوة، يعني هترجع اهلك وحبايبك واصحابك والحياة اللي انت كنت عايشها زمان اللي ما بقتش موجودة دلوقتي بسبب التكنولوجيا. بس انا مش عارفة هل ده بسبب التكنولوجيا ولا هو بسببنا احنا، يعني ما هو احنا نفس البني ادمين اللي كنا عايشين زمان وعايشين دلوقتي، فاعتقد انه الاختلاف مش بس في التكنولوجيا اللي بقت موجوده، يعني التكنولوجيا دي احنا ممكن نستخدمها في حاجات يعني كويسه، ما تبقاش سبب لان احنا نقاطع بعض او نبعد عن بعض وما نبقاش بنعرف عن بعض حاجه
بالسنين، يعني انا اعرف ناس ما بيسالوش على بعض او ما بيش... سوري ما بيشوفوش بعض بالسنين، وكل اللي بينهم هو مكالمه تليفون في الاعياد. وبقت كمان دلوقتي ناس بتختصرها لرساله موحده، يكتب رساله كده كل عام وانتم بخير ويمضي تحت اسمه ويعمل سيلكت اول ويبعتها لكل الناس اللي عنده. دي الحقيقه بتبقى حاجه سخيفه قوي بصراحه، يعني انا اسفه في الكلمه بس هي بتبقى حاجه سخيفه قوي لما بحسش ان الحاجه مبعوته لي انا تحديدا، يعني انت مش قاصدني انا، ومش حتى كل سنه وانت طيب اللي كنا زمان بنروح لبعض علشان نقولها، وبعد كده بقينا بنتكلم في التليفون نقولها، وبعد كده بقينا بنبعتها رساله لبعض، حتى دي ما بقتش بتبقى مبعوته لي مخصوص، بقت رساله واحده كده مكتوبه تتبعت لكل البني ادمين. فهل احنا يعني الوقت خلص بينا للدرجه ان احنا حتى ما عندناش دقيقتين نكلم الناس القريبين مننا حبايبنا والعزاز علينا عشان نحسسهم بان هما لسه مهمين عندنا، بان وجودهم ده حاجة اساسية في حياتنا؟ فدي برضو حاجة ايه اعتقد ان هي بتضايق شوية، بس مش عارفة التكنولوجيا يعني سبب فيها ولا احنا المشكلة عندنا احنا مش في التكنولوجيا. طيب في كمان طارق بيقول نروح بيها للزمن الجميل، زمن الاخلاق والرقي والاحترام والعقول الراقيه ولمه العيله وحب الناس لبعضهم، زمن مجرد من النفاق مملوء بالحب. يعني برضو هو شايف انه زمان برضو كان افضل. على فكره احنا كمان معانا تليفونات موجوده عندكم على الشاشه، لو حابين ان انتوا تشاركونا وتقولوا لنا لو معاكم آلة الزمن هتروحوا بيها فين وهتعملوا ايه؟ يا ترى هترجعوا لورا ولا هتطلعوا لقدام؟ ولو هترجعوا لورا هل في حاجات حابين انكم تغيروها؟ مواقف معينة عدت عليكم، ناس معينة عرفتهم في حياتكم، هل في حاجات عايزين تغيروها؟ هل في حاجات عايزين ترجعوا تعيشوها هي مرة تانية؟ فتقدروا ان انتوا تتواصلوا معانا بقى على ارقامنا اللي موجودة كمان على الشاشة عشان تقولوا لنا رأيكم، وآلة الزمن لو معاكم يا ترى هتعملوا بيها ايه؟ طيب احنا كمان معانا اريام. اريام بتقول عايزة ارجع للطفولة والايام الحلوة. كمان منى بتقول هرجع لسنة 90 واستنى هناك. والحقيقة أنا قلت لمنى في رد يعني إن أنا كمان هروح معاها، لأنه أنا بشوف إن فترة التسعينات بالنسبة لي يعني كانت فترة من أحلى الفترات اللي عشتها، يمكن عشان كنت طفلة صغيرة برضو زي ما بقول، وفكرة المسؤولية مش موجودة، أنت عايش حياتك بس بتاكل وبتشرب وبتتفسح وبتلعب. يعني كان أقصى مشكلة عندنا إن أنا ما عملتش الواجب مثلا، أو إن أنا عندي امتحان ومش مذاكرة له. فلما بتبدأ تكبر شوية ولما بتبدأ الدنيا تاخدك أكتر تلاقي إن المسؤوليات بتزيد، تلاقي إنك لازم تاخد قرارات، والقرار اللي أنت هتاخده هتكون مسؤول عنه، فلازم تفكر فيه كويس قوي. قرارات كتير قوي في حياتنا أعتقد إن إحنا بنبقى قلقانين منها وخايفين إن إحنا ناخدها. ففي ناس يا بتاخد القرار وتجرب حظها، يعني اللي هو انا هاخد القرار ده وهجرب والله طلع القرار صح يبقى تمام وانا كويس، طلع القرار غلط هبقى اتعلمت. يعني مفيش حد ما بيغلطش، والغلط انا ما بشوفش ان هو حاجه عيب ان احنا نجرب مره واتنين وتلاته، لانه دي التجارب دي هي اللي بتعلمنا، هي اللي بتخلينا نعيش حياه نبدا كده بيها نتعلم اكتر، نعرف الصح من الغلط اكتر. لكن طول ما انا خايف اجرب عمري ما هعرف الموضوع ده صح ولا غلط. فانا اعتقد انه التجربه خير دليل لاي حاجه في الدنيا. فانا دلوقتي بس احنا هنطلع فاصل وهنرجع نكمل مع بعض موضوعنا، اوعوا تروحوا في اي حته، استنوني. هو انت ينفع لما باب التلاجه يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم الميه في العربيه لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ اكيد لا، ده حتى المثل بيقول اد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة أميزديا. أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك. ولسه مكملين معاكم حلقتنا وبنتكلم على آلة الزمن، ولو معاكم آلة الزمن هتروحوا بيها لفين. يمكن في ناس اللي يعني ما قالوش ان هم يطلعوا للمستقبل، لانه في ناس كتير قوي بتخاف من بكره، يعني يبقى قلقان كده يا ترى بكره هيحصل فيه ايه،
وده امر طبيعي جدا، بس اوعوا تخلوا خوفكم من بكره يخليكم تنسوا تعيشوا النهارده. يعني اتبسطوا واعملوا كل حاجه بتحبوها، وخلوا بكره لما يجي ربنا يسهل فيه كده ويجي بظروفه. انا بقى دلوقتي معايا ضيوف حلوين قوي هيتكلموا معايا في موضوع آلة الزمن، وهعرف لو معاهم آلة الزمن هيروحوا بيها فين. احنا منورانا هدى. ازيك يا هدى؟ عامله ايه؟ ازيك انا عامله ايه؟ الحمد لله. وكمان معانا رانيا. ازيك يا رانيا؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ نورتي. انا بقى انتوا منورني طبعا. انا عايزه اعرف منكم الاول قبل ما نتكلم كده، هدى لو انت معاكي آلة الزمن هتروحي بيها فين وهتعملي ايه؟ والله انا لو عليا انا اول حاجه هعملها هرجع بيها لورا شويه، تمام، بحيث ان انا في ناس في حياتي عرفتها ما كانش ينفع ان اعرفها خالص. يعني محتاجه اني انا امحيها من ذاكرتي تماما، تمام، فدي محتاجه امحيها. اوكي. في بقى حاجه تانية اللي هو انا محتاجه اصحح كام قرار اخدته في حياتي. يعني هترجعي ورا عشان تغيري حاجات حصلت. حاجات حصلت، بس هو اوكي لازم تحصل حاجات اللي هو احنا نتعلم منها. صح. بس هو برضو زي لما بتحصل بتسيب معانا اثر في حياتنا. انا عاوزه امحي الاثر ده. اوكي، عاوزه اطلع بيها قدام، لان انا عندي طموح كتير وحاجات كتير قوي نفسي احققها، بس برضو مش عاوزه اطلع بيها في نفس الوقت. يعني انا عاوزه اطلع ومش عاوزه اطلع، لاني انا حابه اني اخد السلم من اوله خطوه. خطوه اللي هو ايه؟ يعني معنى صح طموحي احققها بتعب. مش يعني لو معايا آلة زمن احقق بيها طموحي مره واحده فمش هحس بتعب. انا مش من الناس دي خالص. انت عايزه تعملي مجهود وتوصلي للحاجه بمجهود بتعبك. انا بفرح لما بتعب وبعدين احقق نجاح. ليه بتفرحي لما تتعبي؟ يعني لذه التعب عند الوصول. انا بحس بلذه الوصول فعلا لما بلاقي تعب. لكن لما صراحه حصلت مره معايا دخلت امتحان ما كنتش مذاكره له، بس الامتحان جه كنت فاكراه كويس جدا وحليته، ما كنتش فرحانه خالص، ما كانش فيه فرحه. انت برج ايه معلش يا هدى؟ العذراء. يعني غريبه جدا تحبي التعب. هو طبعا فكره ان الواحد يعمل مجهود في الحاجه عشان يوصل لها، ولما بيوصل لها في الاخر بيحس بسعاده طبعا رهيبه، ده اساسي. يعني ان انت تتعبي وتلاقي نتيجه لتعبك طبعا ده شيء عظيم جدا. يعني ما هو بصي، هو احنا لما نتعب ونلاقي نتيجه لتعبنا بنفرح قوي طبعا. فهو ده اللذه في الوصول، لذه أيه. الوصول. طب احنا انا هكمل معاكي موضوع لذه الوصول ده، بس نشوف رانيا لو انت يا رانيا معاكي آلة الزمن هتروحي بيها فين؟ انا عكس هو ده خالص، مش هرجع لورا خالص، لا هطلع قدام. اوكي. اول واحده هتطلع قدام اهي، الحمد لله. هطلع قدام بحيث ان في حاجات كتير، قرارات كتير واحد خدها مش صحيحه في حياته. فبالتالي لما تطلعي قدام بقى انت هتحسي بالتغيير ده، هتحسي ان انت بتعملي حاجه، هتحسي ان في حاجات كتير فاتتك فانت بتصححي. يعني انت مش عايزه ترجعي تغيري حاجه عملتيها زمان مثلا، وشايفه ان انت لو طلعتي قدام ممكن تتعلمي اكتر او تتحطي في مواقف اكتر فتديكي خبره اكبر مثلا؟ لا انا شايفه ان انا لو طلعت قدام يعني في حاجات كتير عدت ورا، انا اكيد كلنا في حاجات وقع منه، في حاجات في دروبات في حياه الشخص ما يعني مننا، فبالتالي انا حابه ان انا اصحح ده. مش حابه ان انا يعني مش عايزه ترجعي لنفس النقطه تاني، مش عايزه ترجعي تعيشي نفس الموقف مره تانية فتغيري مثلا. بصي انا من النوع اللي ما بندمش، مش ما باخدش حاجه، خدت خطوه اكيد عارفه انها اوكي فهاخدها واتحمل نتائجها. طب احنا هنكمل كلامنا، بس ناخد بقى معانا اول اتصال. الو ايناس. الو ايناس، انتي سامعانا؟ انا بس مش سامعه الصوت. تمام، معلش ايناس اتصلي بينا مره تانية. طب احنا نكمل بقى مع رانيا لحد ما ترجع لنا ايناس تانية على التليفون. يعني انت شايفه انه مش رجوعك لنفس الموقف هو اللي هيغيره او هيصححه، صح؟ لا انا خلاص خدت الخطوه خلاص. مش حابه ان انا اجدد بقى، يعني فاهمه ان انا مش هعملها تاني، هطور من ده. هطور، مش هطور طبعا من خطئي. لا بس هتغيري على الاقل، ممكن مثلا لو اتحطيتي في نفس الموقف مره تانية مش هتعملي نفس. لا شو كان اكون انا اكيد اتعلمت من الموقف ده. انما حته الندم لا، انا ما بندمش، خدت قرار، انا بتعامل، انا برج الجدي. اوكي. لما باخد قرار بكون واثقه فيه جدا، وايا كان نتيجته فانا بتحمل نتيجته. حلو قوي. سواء سلبي او ايجابي. طب بلاش انك ترجعي يعني بآلة الزمن لوقت في حياتك انت، لو في عصور، يعني احنا طبعا عدت علينا عصور كتير جدا، الفراعنه بقى، العصور الوسطى بتاعت اوروبا، في حاجات كتير قوي. ايه من العصور دي كان نفسك ان انت تكوني موجوده فيها؟ العصور
تاريخ يعني عبر التاريخ. التاريخ كده. اكيد بقى اللي هو الفراعنه العصر الفرعوني. يعني في حاجات كده بتمر على البني ادم ان انت عايزه تتعلمي من ده. الناس دي كانت ازاي عملت ايه ده الحاجات الانجازات والحضاره العظيمه وكل حاجه. على فكره كل حاجه بالحاضر دلوقتي مرتبطه بالايام الفراعنه. صحيح. كل حاجه. صحيح. يعني انت لو 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 فتحنا في اي موضوع ما او اي حاجه هتلاقيها انها مرتبطه بالعصر ده. يعني هم فعلا بنات الحضاره. يعني احنا ماشيين على خطاه. طبعا. طب وانت يا هدى لو عندك كده امكانيه ان انت ترجعي عبر التاريخ لزمن معين هتروحي فين؟ بصي هو السؤال ده يعني محتاجه تفكير فيه شويه. بس هو كل زمن وله الحاجه الميزه بتاعته. يعني مثلا الحضاره الفراعنه ليهم الميزه بتاعتهم. ما انا موضوع العصر الفرعوني ده لازم هنتكلم فيه كتير. بس ايناس رجعت بقى فنقول لها الو. ايناس ايوه ازيك يا ايناس عامله ايه؟ تمام ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. قولي لي يا ايناس انت لو معاكي آلة زمن هتروحي بيها فين؟ هرجع بقى ورا برضه. هرجع فين عمري؟ مفيش حد عايز يطلع قدام عيلتي. انا مختلفة. يعني انت مع الناس اللي هترجع لزمان مش هتطلع لقدام. ما هو احنا بقى جربنا كل ما بنطلع لقدام الواحد بيخاف اكتر. صحيح. فحاسه انه دايما زمان الواحد حاسس انه مطمن وحاسس بالامان اكتر. تفتكري يعني تفتكري انه زمان علشان احنا كان يعني برضو ما عندناش تحمل مسؤوليه قوي الواحد وهو صغير ما بيبقاش عنده قرارات لازم ياخدها في حياته ما بيبقاش في حاجات مصيريه لازم يعملها فبيبقى حاسس انه مرتاح اكتر؟ طبعا وده من ضمن احساسنا بالامان ان احنا ما عندناش مسؤوليات احنا مسؤولين من حد. ايوه مش احنا اللي مسؤولين عن اي حد. صحيح. طيب ولو بيفرق كتير. ولو عندك فرصه ان انت ترجعي لعصر معين في التاريخ بقى يعني احنا كنا لسه بنتكلم على انه التاريخ مليان عصور كتير قوي فلو انت عندك كده فرصه انك ترجعي زمان بقى قوي هتروحي فين؟ متهيألي احسن نفسي اعيش فيه لا انا مش سامعه معلش فين؟ الستينات والخمسينات. وقت الخمسينات. الخمسينات دي جميله اللي هو بتاع هوانم جاردن سيتي. ايوه ايوه بتاع الفساتين ده والحفلات والقصور. ده لطيف قوي. ده حقيقي اكيد عايزين نرجعوا عشان عبد الحليم. لا مش شرط والله عبد الحليم يعني لا هي بتتكلم في الحياه نفسها عارفه الحياه نفسها كانت تحسيها لطيفه وهاديه حاله هدوء. ده حقيقي. شكرا. انا كمان من مواليد دول اكتر ناس اتظلموا في الوقت اللي احنا فيه. ده حقيقي ده حقيقي فعلا. لا بس يعني هم ما يعني انا معاها ان هم احنا مش حكايه انظلمنا الثمانينات. ايوه الظلم من باب مش لا هو مش ظلم هو على فكره احنا يعني نعتبر الخامه البيور لسه يعني اي حد دلوقتي من اللي هو الشباب دلوقتي تحس ان هو هش يعني مش ما بحسوش ان هو بيستحمل مش متحمل المسؤوليه. طب ايناس انت قصدك اتظلمنا في ايه؟ يعني عشان انا برضو الثمانينات يا جماعه برضو اهل الثمانينات الجيل بتاعنا برضو معاش يعني يا دوبك هو فحص. انا بس كان في الصوت بيقطع قوي معلش احنا ممكن ايناس تجرب تكلمنا مره تانية طيب علشان الصوت بس بيقطع فنحاول نوصل لها. سامعيني؟ انا سامعاكوا كده تمام. اتفضلي. بقول لك يعني كان في صدمات يعني احنا عشنا فتره الطفوله. انت ممكن يكون قصدك من ناحيه الحرب اللي كانت قايمه مثلا والاحتلال الانجليزي او كده؟ في ممكن يكون ده كان قصدك؟ احنا ثمانينات ثمانينات لا هي بتتكلم ستينات لا هي بتتكلم على مواليد الثمانينات هي بتقول انا مش واضح قوي احنا اتظلمنا في فرص الشغل اتظلمنا في الظروف المعيشيه الصعبه. ده حقيقي. عدينا بحاجات كتير يعني قصدها عدينا شفنا حاجات كتير قوي في عمرنا. طب انا بشكرك جدا يا ايناس ميرسي جدا انت نورتينا. شكرا. طيب انت بتقولي بقى انه كل فتره زمنيه او كل عصر من العصور ليه جماله ليه الميزه بتاعته يعني مثلا العصر الفرعوني على قد ما هو جميل وكل حاجه بس برضو لو جينا كنا نبص للحياه فيه مش متطوره بالشكل اللي احنا فيه حاليا. يعني المراه كانت على ما اعتقد كانت مظلومه شويه مش كل واحده كانت واخده حقها كان في لسه فكره العبيد. طبعا طبعا كان احنا انا كهدى ما اقبلش اني اعيش في عصر كان فيه فكره العبيد. اكيد اكيد يعني انت ما تعرفيش كنت هتصنفي من اي نوع. ما انت وحظك بقى. اوكي ملكه طبعا انت انت وحظك. لا انت وحظك تمام زي ما استاذه ندى قالت تمام. الخمسينات
كان فترة احتلال وكده، فما اعتقدش ان في حد فينا يستحمل يعيش في فترة احتلال. هي طبعا احنا لمجرد ان في فكرة حرب هتقوم احنا خايفين. طبعا هو بصي احنا بنقول يمكن هو سؤال يعني تحسيه، بس هو يعني يعني خيالي شويه، بس احنا بنفكر كده. لو انا ان في عصر كان فيه كل المميزات اللي خليني اتشد ليه اني اعيش فيه، لا انا كان نفسي بقى جدا اعيش في العصر الروماني، عصر الاساطير. وكانت تحسي ان هي فتره كده فيها حاجات كتير قوي، احداث كتير قوي قوي. انا لحد دلوقتي بقعد اسمع عن الاساطير الرومانيه والاباطره الرومان والالهه اللي عندهم، فبتحس ان في اساطير كتير قوي كلها اساطير رومانيه ويونانيه، في احداث كتير قوي في العصر ده. يعني انا بحب جدا فكره ال، عارفه انا لو ارجع نفسي ارجع قوي لل 2001 2003، الفتره دي بالنسبه ليا انا دي فتره طفولتك صح؟ اه كل واحد نفسه يرجع لفتره طفولته قوي بجد. يعني كنت بحس يعني انا كنت لسه فكره صغيره اللي هو فكره ان انت لسه ما كنتيش بقى، ما بقاش بقى معاكي موبايل ولا كده، كنت بتخرجي مع اصحابك، كان كل اكبر مشكله عندي او كان عند اي طفل ان هو يخلص واجبات دروسه. ده حقيقي، دي كانت اكبر مسؤوليه احنا ممكن نشيلها في حياتنا. بصي هي فكره الحنين للماضي زي ما انت بتقولي، او فكره ان احنا دايما لما بنفكر ان احنا عايزين نرجع بالزمن بتاعنا لورا، هم يعني في علم النفس دي حاجه صحيه وطبيعيه جدا، لانه الانسان دايما كل ما عمره بيتقدم بيه وكل ما بيكون بتبدا الحياه ضغوطات 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 عليه، فبيبدا هو عاوز يهرب لاكتر مكان كان هو حاسس فيه بالراحه وبالامان. فيبداوا اننا واحنا صغيرين واحنا كبار، احنا واحنا صغيرين في دفى العيله زي ما بيقولوا كده بالظبط، اللمه عصر التكنولوجيا ده بصراحه هو زي ما هو ادانا مميزات كتير قوي، ادانا عيوب اكتر. بس هي زي انا كنت لسه بقول انه هل التكنولوجيا هي سبب ولا احنا السبب؟ مين اللي بيستخدم التكنولوجيا؟ مش احنا اللي بنستخدم التكنولوجيا؟ بس هو في حاجه هي بتستهدف العقول. حلو، هي بتستهدف عقلنا. يعني سوري اللي هو ما انا كواحده بحب اريح نفسي شويه، واكيد كلنا بنحب الراحه. يعني دلوقتي انا لو مثلا لو طلب مني ابحث عن النت وانا قاعده في بيتي، ولا اخرج اروح مكتبه دي واجيب كتاب واقعد؟ لا اكيد طبعا النت دلوقتي حاجه، هي بتفرض نفسها عليا، بتفرض نفسها مش كده. بس هي بتفرض نفسها. الفكره في ايه؟ ان انت تقدري تستفيدي منه او تاخدي الحاجه اللي هتكسبك وهتفيدك، وتسيبي اللي هيخليكي مش صح. يعني مش صح مثلا انه لسه كان حد بيقول ذو حدين، لسه حد بيقول مثلا انه زي المعايدات دلوقتي. احنا زمان كنا بنعمل ايه مثلا في العيد وفي رمضان وفي كده؟ احنا بننزل بتروحي لاهلك، بتطلعي لجيرانك، بتقعدي معاهم. حاليا ما اعتقدش ان حد بيروح لاهله في العيد. زمان حتى مثلا لما الدنيا اتقدمت شويه كنت بشوف مثلا مامتي بتعمل ايه، بتجيب اجنده التليفون، التليفون الارضي طبعا، بتجيب اجنده التليفون وتمسك التليفون الارضي تتصل بكل قرايبنا تعيد عليهم وكل سنه وانتم طيبين تحديد الكل وبس وشكرا ويلا باي. رساله واحده بتروحي حطها وتسلكت اول خلاص، انت بعتي المسج لكل الناس، حتى ما فيش الخصوصيه انها يعني ما فيش حته انه انا بعتها مخصوص لهدى، بعتها مخصوص لراني. لا يا جماعه، يعني الموضوع المشاعر ميته. بصي هو زي ما بيقول لك كده، اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب بالظبط. يعني انت لما تيجي تعملي رساله وسلكت قول زي حضرتك بتقولي كده، انا لما بتجيلي رسائل من النوع ده صراحه مش برد عليها. بالظبط. وانا على فكره ماشي، مش برد عليها، مش بحس انها قصداني انا، هي مش عاوزاني مخصوص، فانا اسفه. هي حاجه اللي هي عايزه تعمل ايه، زي اللي هو رد جميل او بمعنى اصح عايزه ريبلاي كتير عندها، فالشات يكتر اكتر، فاهمه الناس دي؟ اوكي هو دلوقتي انت بتنتقديها ليه؟ طب ما احنا على فكره احنا كلنا كده، احنا ليه ما بنعرفش ننتقد نفسنا؟ انا مش بعمل، احنا كلنا كده. انا هقول لك حاجه امانه، انا ما بعملش رسائل مجمعه، انا ببعت للناس اللي تخصني او القريبين مني قوي، ببعت لهم كل سنه وانتم. ما هو احنا دايما بننتقد نقطه اللي هو ان فوق ما تجيش في العيد بتقول لي كل سنه وانت طيب وانت مش طايقني، ما تجيش تقول لي تحتفل معايا بحاجه وانت مش حاببني اساسا. لا مش حاببني، يبقى اللي هو ابعد عني بهدوء من غير ما تاذيني ولا انا اذيك. فاللي هو ليه تحسسني انك مهتم بيا وانت مش بتحبني؟ بالظبط. يعني هي الفكره ان انت يا اما اعمل الحاجه من قلبي واعملها صح، ايوه، يا اما ما اعملهاش خالص. طيب احنا هنستوب كده عند النقطه دي. أيوة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا واستنونا.
رجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم حلقتنا. ولو معاكم آلة الزمن هتروحوا بيها فين؟ هتطلعوا لقدام ولا هترجعوا لورا؟ اغلب الاجابات طبعا زي ما شفنا ان الناس كلها عايز ترجع للماضي وترجع لزمان وتقعد مع اهلها وحبايبها والناس اللي بتحبها. يمكن احنا عندنا شويه برضو مشكله في انه احنا زمان كانت كل الناس اللي حوالينا ناس واثقين فيهم، يعني ناس عارفين ان هم خايفين علينا بيحبونا، سواء بقى اهلنا جيراننا صحابنا القريبين قوي. كل ما بنكبر وبنبدا نخرج لاماكن جديده ونروح لدوائر اكبر فمعرفنا بتكتر والناس اللي حوالينا كمان بيزيدوا، فبنبقاش عارفين الحد اللي قدامنا ده حد كويس واهل للثقه، ولو انا فعلا اخدته صاحبي وحبيبي هيبقى معايا ولا هيكون مش مؤهل للثقه دي، والموضوع يجي على دماغي انا في الاخر يعني. فانا برضو عايزه اتناقش مع هدى ورانيا في القصه دي اللي هو الثقه. طب قبل ما اقول لكم ناخد كده منى. الو، ايوه مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا منى؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي يا منى، انت لو معاكي آلة الزمن هترجعي بيها لقدام ولا هتطلعي للمستقبل؟ لا انا افضل الرجوع طبعا لورا. ترجعي لورا؟ ليه بقى؟ شوفي اهو كل الناس عايزه ترجع. ايوه مفيش حد عاوز يطلع لقدام خالص. بصي عشان انا يعني اكبر منكم شويه فانا افضل ان انا ارجع للسبعينات. انت منورانا طبعا. الله يخليكي يا حبيبتي. طيب ليه انت اكيد انت بقى عشتي في فتره السبعينات، يمكن احنا كلنا ما حدش فينا عاش الفتره دي بس حابينها من المسلسلات والافلام، فانت ليه بقى عايز ترجعي لفتره السبعينات؟ فتره بالنسبه لي كانت فتره ابتدائي واعدادي المدرسه بقى وكده، يعني برضه وقت طفولتك. فكانت بالنسبه لي فتره اللي هي ما فيش فيها اي مسؤوليات. اللي هي وقت طفولتك برضه. يعني انا عايشه بس كده، يعني اروح المدرسه وارجع واكل واشرب وانام وعيلتي كلها موجوده، ما فيش حد فيهم ناقص. ايوه. ما فيش حد مش موجود، فكانت طبعا اجمل ايام يعني. فانت عايز ترجعي للوقت اللي انت كنت حاسه فيه بامان وراحه. الدنيا كانت هاديه جدا، السبعينات البيوت قليله جدا والناس حلوه قوي مع بعض والناس كلها كانها عيله واحده. ايام جميله جدا يعني. ايوه فانت عايزه ترجعي للفتره دي علشان هي دي اكتر فتره كنت انت حاسه فيها ان انت مبسوطه ومرتاحه، صح كده؟ بالظبط. يعني كل واحد بيدور فعلا على اكتر حاجه كانت مريحاه او اكتر فتره هو كان مبسوط فيها وعايز يرجع يعيش فيها تاني. هو الكل عاوز يرجع للطفوله. بالظبط. كان اكبر طموحاتهم. انا بشكرك جدا يا استاذه منى، ميرسي، نورتينا. دي كانت اكبر مشاكل. شفتي هي الفكره زي ما بقول لك انه اغلب الناس عايزه ترجع للفتره اللي هي كانت عايشه فيها مرتاحه، اي ما يكون هي الفتره دي كانت امتى؟ سبعينات، ثمانينات، تسعينات، فتره طفولتهم. انا ما شفتش حد عاوز يكون كبير. ايوه ما هي بالظبط، اللي هو انا مش شايف مسؤوليه. أنا كنت حاجه ابقى كبيره على فكره، انا من زمان. انت بقى انت لوحدك. انا راجل لوحدها كده يا جماعه، هي هتعيش لوحدها كبيره، بس خليك انت بقى في لا كلنا نرجع. لو رجعتوا لورا لايام في طفولتكم كلنا مش انا بس، هيقول لك ايه يعني انت نفسك ايه؟ انا نفسي اكبر. ايوه يعني انا عندي ابني انا عايزه اكبر، عايزه انا امتى ابقى كبير. احنا كلنا واحنا صغيرين ايه ده انا امتى اكبر بقى وانت من المدرسه. بصي هقول لك حاجه، احنا دايما بنحلم بالحاجه اللي مش متاحه لينا دلوقتي، اللي هي بتبقى بمعنى اصح تبقى حلمنا. يعني دايما اي ام بتقول لابنها انا نفسي اشوفك دكتور. فالدكتور ده يعني شخص كبير، يعني شخص في الجامعه. صحيح. فانا عاوزه ابقى في الجامعه زي ما ماما عاوزاني. ماما صح. نفسها تشوفني كبير، فمعنى ان اكون كبير ده حاجه حلوه قوي. بصي هي كمان الفكره، احنا لما بنوصل للمرحله دي ونشوف الضغط اللي بنتعرض ليه والمسؤوليات اللي بتبقى مش عارفه احنا عاوزين نرجع تاني زمان. انت عايزه ترجعي من كميه المسؤوليات والضغوطات اللي عليكي. بس انا مهما كان انما أنا لسه مش واحنا صغيرين عايز كلنا عايزين نطلع مرحله اعلى، كلنا عايزين نكبر، كلنا عايزين بكره هيبقى فيه ايه. انا هقول لك هي الفكره في ايه. الفكره ان احنا ما بنحسش بحلاوه الحاجه او بقيمتها طول ما احنا عايشين جواها. يعني انت جوه الفتره اللي انت عايشه فيها انت مش عارفه حباها. مش عارفه، لا بتفكري او بتشوفي بس الحاجات اللي مش الحاجات الوحشه بس الحاجات الصعبه، فما بتحسيش بجمال الحاجه وقيمتها قوي الا لما تبدا تروح تبداي تفكري تقولي والله ده انا كنت عايشه بضحك وبهزر ومش شايله مسؤوليه هو حاجه. هو الانسان دايما عنده طموح، تمام؟ فانا وانا صغيره خالص، مثلا قبل ما ادخل الابتدائي او كده، نفسي قوي اروح مدرسه. خلاص انا رحت مدرسه، نفسي قوي اطلع اعدادي بقى، ابقى في اعدادي كده. عايزه كل مره عايزه اطلع. طب ليه ما سالتي نفسك ان انت مثلا جيتي في الوقت ده مش عايزه، جيتي عند الليفل ده لا مش عايزه، انا عايزه ارجع ليه؟ انا حاليا انا عكسك، ما هي حاليا عايز ترجع بقى. هي انا عاوز ارجع بقى لطفولتي. طب ليه؟ انا مش حابه اكمل، لان كل مرحله بنوصل لها يعني حاليا المسؤوليات بتزيد. صحيح المسؤوليه بتزيد،
وكل مسؤوليه يعني هقول لك يا ريت المسؤوليه بتيجي معاكي تمام وما بيحصل، لا ده انت كل المسؤوليه بقى، ولازم طبعا بتاخدي موقف في حياتك، تتصدمي في حد، تتصدمي في حاجه، مشكله تقع قدامها. هي رجعتي انا بقى لازم بتكلم فيها اللي هي فكره ان انت زمان كان حواليكي ناس انت واثقه في من لو انت صغيره قوي. بس انا عايزه اقول لك حاجه، ان كانت اكبر مشكلتنا واحنا صغيرين في ازمه الثقه دي ان صاحبتي تسيبني وتروح تلعب مع حد غيري. يعني شايفه اللي هو شفتي اكبر ازمه الثقه الكبيره اللي كانت بتحصل بقى وبنزعل. لكن دلوقتي لا، هي بتكبر من المواقف. بصي هو انت لما تدي لما تثقي في حد، يعني مثلا اقول لك اقرب حاجه صديقه انت وثقتي فيها، دخلتيها بيتك، عرفتيها على اهلك، دي لما تصدمك فيها سوري يعني دي بتبقى حاجه. ايوه انت بتشوفي ان الوقت في الوقت ده انت بتشوفي انه الحياه خلاص وقفت، لانه انا طول الوقت انا شايفه انه البني ادم ده اهل للثقه وسند وبعمل له صديقه. عايزه اقول لك ان الصديقه دي صراحه بتبقى، ممكن اقول لك انها بتبقى اقرب من الاخوات. طبعا لانها بتبقى معاكي في كل وقت انت بره فيه عن البيت، بتشوف بتحضر معاكي كل المواقف. صحابنا اوقات بتاخديهم زي ما احنا بنقول هم اهل للثقه، فانت بتحكي لها كل حاجه عنك، بتبقى عارفه كل امور حياتك، فهي لما حاجات كتير، فلو هي مش اهل للثقه هتبقى هيبقى الموضوع صعب جدا. هتبقى انت بصي خليني بصي انا يعني زي ما قلت لك سابق ان ده بيرجع لك انت، اقول لك بيرجع لك انت ليه يعني. دلوقتي بصي ما فيش حد بيور، ما فيش حد تدي له الثقه 100%. مين قال كده؟ ما هو ده عيبنا احنا. عارفه انت لو وثقتي في حد 1% وخانت الثقه دي برضه بتعمل ازمه، اللي هو ليه؟ اوكي ما هو انا مش يعني اوكي ما هو انا بصي ما هو انا مش هتعامل معاك بكل مشاعري وبكل طاقتي وبكل، لا عادي لازم انا اللي قدامي بديله الحلو اللي جوايا. لا ما هو مش صح. هي الفكره انه هي ليه عندها ازمه ثقه؟ لان هي بتثق في الناس، واول ما بتدي حد امان بتخلص بيبقى خلاص هو اساس إن انا خلاص بقى انت صاحبي وحبيبي واخويا وصاحب يعني. ايوه ليه ما نتعاملش مع ما نتعاملش بطبيعتنا؟ ليه نصطنع؟ ليه لا ما ليه ابقى معاكي؟ مش هنصطنع، بس الفكره في انت لازم تاخدي حذرك يعني. ليه ابقى معاكي في مكان وانا مش واثقه فيكي، او انا واثقه فيكي بس في نسبه قليله؟ لا ما بلاش التواجد. بصي احنا مش ملايكه، انت فاهماني؟ انا عايزه اقول لك حاجه، احنا لو كلنا بدانا نشتغل على نفسنا وبدانا فعلا ان احنا نكون اهلين للثقه، يعني انا مثلا لو اشتغلت على نفسي بقيت وقدرت اكسب ثقتك وكنت قدها. حسيت انت كده عايزه تغيري مبادئ وعايزه تغيري انت مع مجتمع بتتعاملي بتتعاملي مع طبقات كتير، يعني مش شخص أنا واحد. انا معاكي بس هو اللي انت قلتيها مبادئ. اوكي ما هو انا مش همشي برضو مش همشي اوزع كده، انا مش كدا. هغير مبادئ حد، بس اللي هو ليه ما نكونش كده؟ انا بقول ابدا بنفسك، انا هبدا بنفسي. حلو هي الفكره انه بصي طول ما انت عايشه بتتعلمي، يعني احنا موجودين في الحياه علشان نجرب ونغلط ونتعلم. عايزه اقول في الاخر اوصل لخبره يعني سنين بقى وعصاره تجارب كتير قوي هي اللي بتكون شخصيتي. ما هو عصاره التجارب كتير ما فيش حد اهل الثقه. انا لسه انت اللي ما بتتعلميش. لا بس انت عندك ازمه ثقه، انت اللي ما بتتعلميش من دروسك يعني. حتى لو اتعلمت بصي في ناس بتبقى عندها قدره على انها تولي بال وقدره على التمثيل رهيبه قوي. لا هقول لك حاجه لطيفه قوي، انت بتعيدي نفس السيناريو على فكره. لا بما ان انت ما بتعرفيش تحكمي على الناس، لان واضح كده انت ما بتعرفيش تحكمي على الناس او بتتخدعي في الناس بسهوله او هقول لك والله بجد ما تديش لحد امان خالص، وده مش غلط ومش عيب. ايوه ده يعني مش غلط ومش عيب ان انا ابقى طول الوقت عايشه مش بحذر فيكي 100% بحذر، يعني ما تخليش حد هو الاقرب ليكي قوي ويبقى هو صاحبك قوي وعايش معاكي كل تفاصيل حياتك قوي، عشان لو لا قدر الله حصل وحصل منه اي موقف. بس انا سمعتها ما تتوجعيش قوي. بيقولوا لك ايه صاحبك اللي معاك من زمان هو ده اللي هيكمل معاك، هو ده اللي بيبقى اهل مش كده. على فكره الصداقه عمرها ما كانت بالسنين، ده حقيقي. هي مواقف. الصداقه مواقف. برافو عليكي. انت لسه متعرفه مع على حد ويقف معايا واقفه اللي هو صاحبي من زمان قوي ما وقفهاش. ما بقول لك بصي هي الناس بتبان في وقت الشده، الوقت اللي هو الجد، وقت الهزار والضحك واللعب والافراح. كلنا بنحب نهزر كتير قوي، بنلاقيهم طول الوقت موجودين معانا. في امثال زمان يعني مثلا انا كنت اسمع امي تقول لك ايه، يعني اللي بيجي في الفرح عادي كتير كلهم بييجوا في الافراح. ده من زمان يعني. ايوه ممكن ما كنتش انتوا عارفين. بس وقت الشده ووقت الحزن بقى الحزن بيبقوا قاعدين مركزين قوي مين اللي حضر، صح؟ مين اللي جه في الموقف ده، مين اللي استحملك مين اللي استحملك الموقف ده، مين اللي جالك في الموقف الحزين ده. انما فرح ما كله بيروح بالظبط، حتى لو ما حدش راح فعادي.
ايوه بصي، عدم وجودك في فرح حد او في رحله او في مش عارف ايه عادي، لكن وقت الجد ووقت الشده لو مش موجود عليك. لا هنا الوضع بقى يبقى بيختلف. فالناس بتبان في وقت الشده ووقت الجد ووقت ما ببقى محتاجه، يعني وقت ما ببقى محتاجه حد وما الاقيهوش جنبي، هنا البني ادم ده بيقع يعني خلاص. بيتشال من حساباتي تماما، لانه انا وقت ما احتاجتك ما لقيتكش. يا فرحتي وانا مبسوطه وقاعده بضحك وبهزر عليك، قاعد معايا وبتهزر معايا، ووقت ما بقى انا متضايقه وزعلانه وموجوعه بجد بقى ومحتاجه ان انت تبقى موجود جنبي، ما لاقيكش موجود. تبقى انت لا ما تستاهلش اصلا ان انت تبقى موجود في حياتي بقى، يعني عارفه الفكره. فانا عشان كده بقول لك انت دايما خدي حذرك من كل البني ادمين وتعاملي مع الناس كلها. احنا مش هنوقف تعامل مع الناس كلها يا جماعه، يعني انا لازم هتعامل مع هدى وهتعامل مع رانيا وهتعامل مع ناس ما بحبهاش على فكره، وهتعامل مع ناس انا عارفه ان هم ما بيحبونيش، بس المهم تعاملي بقى مع كل بني ادم منهم على شخصيته هو. انا بتعامل معاك وانا عارفه ان انت ما بتحبنيش، بس احنا مضطرين نتعامل مع بعض فهنتعامل مع بعض. فاهمه الفكره؟ بس ندى بتمشي بمبدا ابيض ابيض اسود اسود، ده اوكي، يعني ده انا معاكي فيه ان الواحد ما يبقاش بيتلون بكذا لون، بس في مواقف بتجبرك ان انت ان انت انا مش هبقى زيك، بس انا هتعامل معاك بنفس مبدأ انا. انت انت عارفه هي الفكره في ايه كده؟ في برضو اوقات واحد بيبقى محتار قوي، هل اتعامل باصلي ولا اتعامل بالشكل اللي البني ادم اللي قدامي يستاهله؟ يعني لو حصل اي حاجه يمكن المعامله بالاصل ولا المعامله بالنسبه. هو ده بقى عارفه اللي هي اللي قدامي ده ايه، واللي قدامي ده مبادئه زي مبادئي. ما انا عاوز اقول لك حاجه، انت ما تغيريش مبادئك عشان حد، انت هتغيري مبادئك عشان حد. انا بغيري مبادئك بس هي الفكره انه هل اتعامل يعني المعامله بالاصل ولا المعامله بالمثل؟ لو انا حد بيعاملني بمثله كده انت بتغيري من مبادئك ولا لا؟ ما هو واحد خان ثقتك هتخوني ثقته؟ ما هو زي ما عمل معاكي. لا لا هي الفكره في ايه بقى؟ ايوه بالظبط. لا وحتى مش هتجنبه، هي بتقول لك لو جه موقف في فرق او تحذري عليكي او مثلا مجال شغلك تحذري، تقفي جنبه يا تتعاملي معايا بمعاملتك بشخصيتك انت لو اتحطيتي في الموقف ده، يا تتعاملي بشخصيتك انت يا تتعاملي معاه بشخصيته هو، اللي هو يكون زيك يكون انا. ممكن تعملي ايه بمنتهى البساطه؟ تمسكي بقى العصايه من النص، اللي هو تعملي ايه؟ انا مش هتعامل معاك بطريقتك لان انا مش زيك، لا تربيتي شبه تربيتك ولا شخصيتي شبه شخصيتك، ولا هعرف في الموقف اللي انا اتحطيت فيه ده اتصرف زيك، لكن انا هتعامل معاك بالشكل اللي انت تستاهله. في فرق كبير قوي بين ان انا اتعامل مع البني ادم اللي قدامي بطريقه هو يستحقها، وان انا اتعامل معاه بطريقه بتاعتي انا اللي انا شايفه ان هو يستحقها. في فرق، وهنا المواقف هي اللي بتحكم. يعني لو انا اديت لحد ثقه مره واثنين وثلاثه وفي كل مره هو يعني ما بيستحقش الثقه دي، يعني مين اللي في الاخر مين اللي في الاخر يستاهل اللي حصل له؟ انا انا اللي اديتك الثقه وانت خنتها مره، فرجعت قلت طب هتتغير، طب هيبقى لا المره اللي بعد يبقى. في ناس بتستحق ان احنا نديها فرصه ثانيه، في ناس ما تستحقش تماما، في ناس فرصه ثانيه بس برضو بحذر. هو ده بقى اللي انا هرجع لك فيه بقى تاني. بقى الفرصه اللي احنا عايزين نمحيها، الناس اللي ما كانتش تستاهل فرصه اولانيه، بس ايوه دول اللي احنا عاوزين نرجع ورا عشان نبني ماشي. بس هي دي الدروس اللي انت اتعلمتي منها اللي هتمشي عليها قدام. ما كنتيش بقى قابلتي الناس دي، ما كنتيش هتعرفي اصلا، ما كنتيش هتعرفي هم يستاهلوا ولا مش يستاهلوا. انا نفسي بقى في قيله اللي هو قايل توقيف الزمن، ارجع زمني بقى وقف خلاص بقى، انا مش عاوزه اتحرك تاني، انا عاوزه ارجع طفولتي بس. طب ورانيا؟ لا 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 رانيا هتوصل لمرحله معينه وهتقف قدام. اطلع قدام، عندي فضول طبعا اشوف حاجات كتير، هتعلم بقى، هطبق الدروس اللي انا خدتها دي هطبقها قدام. يعني مش تخيلي قدامي يجي لك حاجه كده زي كورونا تقعدك في البيت تاني وتقولي طب ما انا زي ما قلت لك قبل الهوا ان انا ان احنا عايزين، انا لو قلت الزمن هرجع بس هعمل ديليت لموضوع الوقت بتاع كورونا. عارفين انه من الرسائل اللي جرجامه لا كده لا مش لا لا اقعد لا هي قصدها لو في حاجه ممكن تمحيها. على فكره من الرسائل اللي جات لنا على البوست بتاع السؤال، في حد قال هو اسمه صادق، صادق قال ان هو عاوز يرجع لفتره السبعينات تحديدا عند المنصه ويمنع حلوه قوي سادات. سادات يعني عارفه اللي هو فكره انه في حدث بقى حدث معين هو عايز يشيله تماما من ال هو قال كده بناء على اللي هيترتب بعد كده فيما بعد. فدي حاجه فعلا زي ما بتقولي كده، انا لو مثلا معايا قلت زمن وطلعت قدام او رجعت ورا ولقيت مثلا كان في مرض معين منتشر بالظبط هشيل الفتره دي تماما اللي هي فترات صعبه. يعني احنا بس انا بشوف انه الفترات الصعبه هي اللي بتكون البني ادم برضو والله، يعني اوقات الشده اوقات الزعل اوقات التعب هي دي اللي في الاخر بتخليك انت شخص قوي، بتخليك تكتشف نفسك من اول وجديد، بتكتشف الناس اللي حواليك من اول وجديد،
بتلاقي بعد ما الشده بتخلص وبعد ما المرحله دي بتعدي وبتلف كده تبص وراك تقول ياه ده انا اتغيرت، بقيت حد تاني، بقيت اقوى، بقيت اذكى، بقيت عارف ازاي اتعامل مع المواقف. فالمواقف الشديده او مواقف الشده هي اللي بتبني شخصيتنا، لولاها ما كانتش احنا هنبقى موجودين. ما احنا بنتكلم في اشخاص، انما فتره وباء دي يعني لا انا مش، حتى على فكره لو فتره وباء وفتره علمتنا كتير على فكره. فتره الوباء دي انت لو شفتيها انت بالظبط تفتكري كان في حد يعني احنا فتره الوباء دي احنا لو كنا سمعنا الكلام من الاول اول ما المرض ده ظهر واخدنا احتياطاتنا وكلنا لبسنا الماسكات وظبطنا واخدنا احتياطات الامان كلها، كان هيبقى في فتره حظر؟ كنا هنقف بيتنا اكيد. بصي هي مش الفكره دي ترتبت على اهمالنا احنا. لا يعني انت عايزه تقولي ان البلاد كلها مهمة؟ غير لا 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 غير كده يا جماعه، انا بتكلم كمان في نقطه تانية خالص، بتكلم انه لولا وجود المرض ده او الوباء اللي حصل ده سواء ده او في الازمنه اللي قبل كده كلها ما كانتش هتبقى في تجارب علميه اصلا علشان يخلقوا او يلاقوا مصل علشان يلاقوا علاج. فهتلاقي ان العلم حتى نفسه بيحتاج المشاكل علشان يطور من نفسه، عشان يطور من لا ما هو برضو الفيروس شاطر قوي برضو بيطور من نفسه يعني اكيد. بس انا قصدي نقول بقى ما الدنيا شغاله، انت هتلاقيها مثلا زمان كان مثلا مرض كان فيه الطاعون ومش عارف الحاجات دي زمان ما كانش ليها علاج يعني اللي كان بيجي له كان خلاص هو كده يتعزل في بيته ويموت. احنا لو نبص لكل الامراض هنلاقيها في اول ظهورها كانت ازمه كبيره قوي. بالظبط مفيش مرض اول ما ظهر وكان بيتعامل معاه عادي. بس في حاجه يا جماعه انتوا مش ملاحظين يعني كورونا برضو جاي في 2020 وعارفه تحس ان هو في جين كده ذكاء شويه بيتطور معانا اللي هو ايه عملنا لك مصل كذا لا بيطور من نفسه. خلي بالك انه هي الفكره انه كل الفيروسات كده يعني انت لو الانفلونزا العاديه خالص لو انت جالك انفلونزا واخدتي مضاد حيوي معين انت ما ينفعش تكرريه، لو كررتيه على فكره مش هتخفي هو الفيروس بيحور نفسه أيوة. علشان يحارب الماده اللي داخله تموته فعلشان كده انا بقول انه كل المراحل في حياتنا اللي احنا بنعدي بيها دروس. مهمه دروس. كل حاجه بتتطور ولازم تعدي علينا علشان نتعلم. بس هي فكره انه بنتخيل انه لو انا معايا آلة زمن هروح بيها فين، هعمل بيها ايه. اكيد في حاجات كتير قوي الواحد يعني انا مثلا نفسي جدا انا برضو شخصيا نفسي ارجع طفله تاني، نفسي ارجع ما افكرش في اي حاجه غير الواجب اللي عندي الامتحان اللي انا خايفه منه وجدول الضرب أيوة والواجب عارفه الحاجات دي. لكن فكره بقى القرارات المصيريه وان انت هتاخدي قرار هتبقي مسؤوله عن قرارك فتبداي فترة تفكري الطفوله هي تقريبا انقى فتره في حياتنا كلنا، فهو احنا كلنا بندور على فتره النقاء اللي احنا عشناها بالظبط عشان نوصل لها عشان انتم مفتقدينها عشان او بمعنى اصح احنا كلنا مفتقدين. لا هي مش فكره مفتقدينها، انا بقول لك والله هو حتى علم النفس بيقول لك كده، انت بتبقي بتدوري دايما على اكتر مرحله كانت امنه في حياتك وتفكري فيها وتبقي عايزه تروحي لها تاني. طب ما دي حاجه برضه مع الضغوطات اللي بتزيد عليكي. يعني احنا ليه ندور على الامام في امبارح؟ طب ليه؟ علشان انت مش ضامنه بكره. انت مش ضامنه بكره، انت تعرفي انت ما تعرفيش بكره في ايه. لكن امبارح شفتي 2019 كنت تتخيلي مهما كان تخيلاتنا كانت وصلت، كنا نتخيل ان في فيروس كورونا هيجي. انت مش عارفه بكره في ايه، بس على الاقل امبارح حتى لو كنت غلطتي فيه على فكره فانت عارفه غلطك وعارفه انك لو رجعتي ممكن تصلحيه ازاي. لكن لما اطلع قدام انا مش عارفه اصلا هو في ايه هيحصل كمان ساعه، فببقى قلقانه. المشكله اساسا بتبقي خايفه ما بتبقيش عارفه ايه الصح وايه الغلط، فاهماني؟ بالظبط لحد ما تقعدي لا لا لا, لا احنا 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 فعلا مفتقدين الامان دلوقتي. ايوه هي بتكلم في بكره أيوة اللي هو بكره ده بقى. احنا ليه بندور عليه امبارح؟ علشان انت زي ما بقول لك بصي هي الفكره ان انت مش ضامنه ايه اللي هيحصل بكره، فعايزه تبقي مامنه نفسك باللي اوريدي حصل. فموضوع طبعا كبير جدا يا جماعه، وآلة الزمن لو معانا اعتقد كلنا هن يعني كل واحد فينا هيروح بقى للحته اللي هو عايزها. وانا هخلص الخناقه بين هدى ورانيا دلوقتي هخلص الخناقه بين هدى ورانيا يا جماعه، ويعني هنقعد احنا مع بعض بعد الهوا نشوف موضوع مين هيروح قدامه ومين هيرجع ورا. بس يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، ويا رب ان شاء الله يعني كده لو معاكم آلة زمن كل واحد فيكم يروح المكان اللي هو حبه واللي هو حاسس ان هو هيبقى مبسوط فيه. استنونا بقى في حلقات ثانيه كتير، نشوفكم على خير. هو انت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه؟ ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله؟ أكيد لا، ده حتى المثل بيقول إد العيش لخبازه. يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة أميزديا.
أمازيديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار. مع أمازيديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة. عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك، تصميم ويب سايت، فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك. كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بالعملاء بتوعك.